كن عالما في الناس أو متعلما أو سامعا فالعلم ثوب فقار من كل فن خذ ولا تجهل به فالحر مطلع على الأسرار. الليلة ليلة القدر أجمل. ماذا تشاهد يا أبي؟ أنشودة عن ليلة القدر. الكل يتحدث عن ليلة القدر وعلاماتها، فتساءلت في نفسي ما هي ليلة القدر؟ سؤال جميل يا بني، ولكن هل أنت جاهز لسماع الجواب؟ أنا أستمع يا أبي. ليلة القدر يا ولدي من أقدس الليالي وأعظمها في ديننا الحنيف، فهي الليلة التي نزل فيها القرآن، وهذا ما يخبرنا به ربنا سبحانه وتعالى فيقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقد كانت هذه الليلة يا عمر خيرا من أيام وأشهر السنة كاملة، وذلك لأن مولانا عز وجل قال عنها: ليلة القدر خير من ألف شهر. وإذا قرأت قوله تعالى في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فستدرك يا بني بأن هذه الليلة المباركة نالت من الأوصاف الحسان ما لم تنله ليلة أخرى، فقد وصفها ربنا سبحانه وتعالى بالمباركة. فلهذا يا عمر فإن ليلة القدر هي أحب الليالي على قلب كل مسلم، ففيها يغفر الذنب ويقبل التوب ويعم السلم، فيقول المولى سبحانه وتعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. ما شاء الله يا أبي، إن لهذه الليلة خيرا كبيرا في ديننا، ولكن ما واجبنا اتجاه هذه الليلة؟ من أبرز واجباتنا في هذه الليلة الإكثار من العبادة، فينبغي لمن أراد أن ينهل من خيرات هذه الليلة أن يكثر من العبادة بشتى أنواعها، وينبغي لمن أراد أن يكون من المكرمين فيها يا ولدي أن يكثر من الدعاء، ولا سيما الدعاء الذي حثنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم على ترديده في هذه الليلة. فقد سألت أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إذن ينبغي علينا أن نردد هذا الدعاء ما استطعنا في ليلة القدر. نعم يا ولدي، وذلك تطبيقا لسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونيلا لشرف اتباعها. ولا تنسى يا عمر أن تجعل لك رصيدا من الأعمال الصالحة، ولا سيما في هذه الليلة المباركة، لعل الله يتقبل منا ببركة هذه الأيام الفضيلة وبركة هذه الليلة المباركة. واختر لنفسك من العبادات ما شئت، فإن لك الحرية في ذلك. جزاك الله خيرا يا أبي على ما ذكرت، والآن أستأذنك بالذهاب، سأحضر نفسي للصلاة. حسنا يا بني، سنذهب سوية. حسنا يا أبي. كن عالما في الناس أو متعلما أو سامعا فالعلم ثوب فقار من كل فن خذ ولا تجهل به فالحر مطلع على الأسرار.